أشهد أن لا
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد Thank you.
Acara yang ketiga yaitu kori yang akan dikedepankan oleh Ustaz Dr. Yuliana. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.